يحاول أصحاب الحرف اليدوية المحافظة على مهنتهم كجزء من موروثهم الحضاري والثقافي والتاريخي. وفي مدينة الموصل بمحافظة نينوى يكابر الحدادون صعوبات الزمن الحفاظ على محالهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، والتي لا زالت تنافس المعدات الحديثة المحلية منها والمستوردة. للمزيد نتابع التقرير التالي. موروث يأبى رواده ومحبيه اندثاره، سوق الحدادين في الموصل، والذي يعد من أقدم أسواق العراق والعالم، يتوارث فيه أصحاب المحال حرفة الحدادة عن آبائهم وأجدادهم كمصدر رزق وتاريخ يفتخرون بتوارثه وحمل اسمه. نحن بالنسبة لأبهاتنا، أنا والدي صار له 100 سنة بهذا السوق، أجدادي قبل هذا، هاي بالنسبة لهذا السوق، جدي هنا، عمي كان هنا، نحن استورثناها للمسألة من بعدهم للشغلة يعني. فنحب هذا السوق انه شوية يتطور، تتكبر المحلات ماله. نحن هسه هاي مكانات كلها قديمة وتعتبر ومحاصرين بالشغل، يعني ما نقدر دائما نطور شغلنا بهاي المكان. فنحن مستورثين عن أبادنا وأجدادنا هاي المسألة، بس يعني والله نحب التطور. والله هي يعني بهاي المهنة، أنا هسه عمري 46 سنة، أنا عمري 15 سنة نزلت على هذا الشغل. قبلها والدي بالأول كانوا يشتغلون بالكور وبالفحم وبالهاي المسائل، شغلات الكور. هسه على المسألة شوية تطورت، نزل اللحيم ونزل الكوسرة، وبالأول كان كله لحيم بارد، شغل على الفحم. زين الساعد المسألة تطورت، فتتطور لازم المسألة، العدد هم تتطور، المكان تتطور، والحمد لله والشكر على كل حال. احنا عايشين بس والله تعبانين بهذه الأمور. هذا السوق طبعا هو من ضمن أقدم المواقع الأثرية، ما بس على مستوى الموصل والعراق، بس على مستوى العالم. ليش؟ قبل أن يكون سوق هو موقع فعلا ما تصنيع كان، ونفس التصنيع مال يعني نقول هم حديدين ونجارين من ايام الاشوريين، اللي هي كانت امبراطورية الاشورية. موقع عسكري بحت، هذا كان تابع لمن؟ تابع القلعة، قلعة يعني هوني قريبة عندنا، هذا تابع لها. والقلعة يسموها ايضا قلعة الميدان، لانه تدريب الجيش الاشوري كان بيها، فبما انه هو ميدان فيستوجب أن لازم يكون عنده بيش يدرب سلاح. فقبل هذا الموقع كان يصنع السلاح مالهم. هو أشنو السلاح مالهم؟ ما مثل هسه مثل ما يقول آليات وما آليات، هاي كانت أمور سيف على درع على يعني من هالقبيل هذا. ولهذا السبب هذا السوق كان يستوعب التصنيع مالتهم. في السوق التاريخي هذا تجد معدات تنافس وتفوق الإنتاجات الحديثة المحلية والمستوردة، لا بمتانتها فحسب بل وجمالها الذي بقي يحمل نقوشا ومنحوتات تعبر عن عمق التاريخ والحضارة، وتجد روح المنافسة التي صارعت حقب الزمن حتى وصلت يومها هذا. الموصل يعني معروفة بإبداع أهلها، يعني من نشتغل الحمد لله شغلة ما نشتغلها سطحية، نحاول نكون يعني نوصلها إلى آخر نفس من الإبداع ومن الإتقان بالعمل. فأكو علينا إقبال يعني ضعف عن قبل لظروف الموصل اللي جت الأيام الصعبة وتأثير التجارة عليها، لكن تبقى أهلها يحبون هاي المهنة ويحبون الناس اللي تجي تاخذ من عندنا، يعني يعرفون أنه هذا العمل إذا 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 طول سنة طول هوني 10 سنين، لأن يعني عندنا قطع يعني ما موجودة بالسوق. يعني عندك المستحد القصاب، هذا له الموصل هاي المهنة. إحنا كم يعني باقين إحنا 4 على 5 من هاي المهنة مختصين بهذا المستحد. خارج الموصل ما أكو غير تجاري، والتجاري فاشل، قصاب ما يخدمه نهائيا. عندنا بعض صناعة السيوف والخناجر اللي هي للزينة، مرات نشتغلها حسب الفراغ، لأنه ياخذ وقت، هذا بينه نحت وبينه فن خاص اللواء. والموصل يعني إن شاء الله على خير ورجعت، وتبقى إن شاء الله تخدم الناس والعراقيين عامة بمهنة، لأن يعني الموصل هويتنا هي.
هكذا يبقى الموروث وصانعوه يسجلون حضورهم بين كل تطورات وتقنيات التكنولوجيا ويتفوقون، وبهذا الجهد يبقي الموصليون لمعان تاريخهم على مر السنين رغم تقلبات الزمن.